في قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم غارات على أهداف في أنحاء متفرقة من القطاع. وأفاد مراسل العربي بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع يتبع بعضها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وقال بيان لجيش الاحتلال إنه استهدف مواقع لحركة حماس تضمنت مجمعا عسكريا للقوة البحرية وبنى تحتية ومواقع رصد ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع خلال الأسبوع المنصرم. هذا وقررت سلطات الاحتلال منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة بعد ساعات على قرار مشابه بتقليص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك في القطاع. وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني جانتس أمر بتقليص مساحة الصيد من 15 إلى 8 أميال فورا وحتى إشعار آخر. حركة حماس من جانبها وصفت في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم التصعيد الإسرائيلي على القطاع ومنع وصول الوقود والبضائع بالسلوك العدواني الخطر، ما يستدعي إعادة رسم معالم المرحلة وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة. احنا مش مع الله بس الرجل. ومن قطاع غزة ينضم معنا مراسلنا باسل خلف. باسل، إذن غارات إسرائيلية على أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ماذا استهدفت هذه الغارات وماذا خلفت حتى الآن؟ الغارات سرمد بدأت في منتصف الليلة الماضية، طالت عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة. حقيقة يعني الأكثر ضررا والأكثر وضوحا في هذه الغارات هي منطقة غرب مدينة غزة، حيث قصف موقع للمقاومة تسبب بأضرار مادية في محيط تلك المنطقة من المساكن ومنازل المواطنين، بالإضافة إلى تضرر مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. والأونروا أصدرت بيانا قبل قليل قالت أنه هناك صاروخ لم ينفجر داخل هذه المدرسة وتعطل الدراسة في هذه المدرسة. ذهبت إلى تلك المنطقة وعدنا للتو من هذه المدرسة في مخيم الشاطئ للاجئين. هناك حالة من الغضب والخوف، غضب سكان المنطقة والخوف عند الأطفال الذين تواجدوا على بوابات هذه المدرسة، بالإضافة إلى أنه لم تعلن المصادر الطبية عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين. على أي حال، تبع هذه الغارات العسكرية إغلاق لمعبر كرم أبو سالم أو تشديد الخناق بالنسبة لمعبر كرم أبو سالم. كان قبل يومين منع لمواد البناء وألحق اليوم بمنع الوقود، شريان الحياة الرئيسي للحركة هنا في قطاع غزة، وبالتالي قد نشهد تضرر في أو اكتضاض في مثلا محطات تعبئة البترول أو البنزين خلال الأيام القادمة إن لم يعاد فتح هذا المعبر، بالإضافة إلى إعادة مساحة الصيد من 15 ميل إلى 8 أميال. الفصائل الفلسطينية مستمرة في الحراك أو دعم الحراك على الحدود الذي يتمثل بإطلاق البالونات المفخخة أو الحارقة على سبيل أن يكون هناك استجابة من الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الفلسطينيين بتنفيذ تفاهمات التهدئة، ومن ضمنها سواء تجديد المنحة القطرية أو غيرها من الأمور المتعلقة بمشاريع إنسانية أو طبية في القطاع. نعم.